الوعي من هذه الساحة التي ما أنجزت هذه الإنجازات إلا بهذا الوعي. إخوان، ترى 400 سنة تشيع موجود في العالم، ما استطاع أن يجز ويلوي عنق التاريخ حتى جاء فكر الإمام الخميني وفكر السيد الصادق وفكر كل هذه العلماء الواعظ. الفكر اللي يحرك الناس، الفكر اللي يبني حضارات، مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجودة هذه سنين طويلة، لكن إجا الإمام الخميني استخلص من عندها نظرية ولاية الفقيه فاستدار التاريخ. عندنا احنا اقتصاد وربا حرام ومسائل بالربا، اجى السيد الصدر ألف اقتصادنا البنك اللاربي ويطلع من عنده فكر اقتصادي عظيم استدار التاريخ. احنا شيعة موجودين في لبنان مئات السنين، من اقدم تشيع في العالم التشيع اللبناني والتشيع البحريني والتشيع العراقي، لكن ما استطاع ان يكون رقم صعب إلا بفكر عندما وصل وتلاقفه الشباب، وإذا أنجز هذا الإنجاز. إحنا بالفكر ننجز، العالم بالفكر يلتفت لنا، مو بالمسألة الشرعية، مو بالدعاء. هذا الدعاء والمسألة الشرعية إحنا على المستوى الشخصي. الحضارة تبنى بالأفكار. قبل النهضة الأوروبية كان هنالك فكر هو اللي أوجد النهضة. قبل الثورة في الإسلامية في إيران كان هنالك فكر أوجد هذه النهضة. قبل لبنان كان ماكو، قبل سن إجا فكر أوجد هذه النهضة. الآن هذا الفكر جاي نشوفه جاي ينسحب من الساحة أمام خيرة وأمام أحلام وتفسيرات، وإذا الأمة الإسلامية من تخلفها أنه عندها قنوات لتفسير الأحلام، قنوات. حتى واحدة من الطرق أن تصير مليونير هو أن يسوي لك تليفون وشارجينج 25 بنس، ويخابره كل واحد شارجه 25 ونص صبح لليل طلع لك فد 1000 باوند. هيك يقول لي واحد من الشيوخ، بس خلي يوصل تليفونك للنسوان وللرجال وشوف ما يهدأ. كل واحد عنده منام، كل واحد عنده طيف، كل واحد يدخيره.